يقول إذا أحرمت ودخل وقت الظهر هل يجوز أن أؤخر الظهر لأصليه مع العصر حتى أصلي في الحرم لأجل الفضل والزيادة؟ إذا أحرمت ففي وقت الظهر هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الظهر وأصليها مع العصر في الحرم لأكسب الأجر والزيادة؟ لا يا أخي، بادر بالصلاة، ما تدري وش يعرضك، فما يعرضك عارض ولا تمكن من الصلاة. فما دام الله مكنك من الصلاة وفي أول وقتها أيضا أفضل، صل الظهر واجمع معها العصر، هذا أفضل من التأخير.